السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنقدموا واحد الحلقة ديال مرض الكساح بالنسبة للأرانب. بالنسبة لهذه الحالة اللي عندي أنايا، يعني بغيت نتحدث عليها ونوريكم يعني الأصل ديالها وسموم الأسباب ديالها. مهم هو مرض الكساح. نهضروا بعدا على التفاصيل ديال شنو هو مرض الكساح. مرض الكساح يعني الظواهر ديالو ان كما كتشوفوا هذه الحاله هذه، ان الارنب مسكين كيبقى يشوف غير في الاعلى، والارجل ديالو كيوليو مفروشين. نتوما انا غادي نوريكم كيفاش كيكون. نتوما غادي نحطو هنا، لاحظوا انه كيفاش كيكون داير. يكونوا رجليه مفروشين هكا، رجليه مفروشين، وكيكون يعني الاغلبيه كيشوف الى الاعلى. هانتوما الى شفتوا كيفاش داير، هانتوما شوفوا هذه الحاله كيفاش داير. كيبقاو رجليه مسكين هكا هكا، ما كيولي كي الى بغى يزيد كيزيد غير بالارجل الاماميه. انا هذه الحاله ما عنديش، ولكن واحد الصديق هو اللي عطاني. انا ديما كنجيب لكم يعني الحالات باش نتكلم لكم عليهم. هذه الحاله هذه انا جبتها من عند واحد الصديق باش نوريكم كيفاش ممكن انكم تجاوزوها، وسمو هو الاسباب اللي كتؤدي لهذه الحاله هذه. اذا كما كتشوفوا معايا، الارجل ديالو كيبقاو مفتوحين من هنا ومن هنا، كيبقاو مفروشين هكا بهذه الطريقه، وغير الامام ديالو يعني الارجل الاماميه ديالو هي اللي ممكن انها تتحرك. هانتوما كما كتشوفوا مسكين كيبقى رجليه مفروشين. هو ياكل مزيان، يشرب مزيان، يعني كاع الامور ديالو كتكون مزيانه، الا هذه القضيه هذه ديال انه كيبقى بهاد الحاله هكا. نتوما شوفوا رجليه كيبقاو مسكين، كيبقى مفروش بهاد الطريقه هادي. نتوما دابا نتحدثوا على الانواع بعدا ديال هاد الفريش ديال الرجلين. يعني شحال من واحد كيقول بلي هاد الحاله ممكن تكون عنده. الفرق ما بين هاد الحاله هادي والشلل، هذا راه ماشي شلل، هذا راه كساح، هذا كيتسمى كساح. السبب ديالو اسمه هو وهو نقص في الكالسيوم. يعني كتكون الام يعني ناقصه في الكالسيوم، كيخرجوا الصغار ديالها، اما ممكن تخرج حاله وحده او ممكن انهم يخرجوا عده حالات يعني في ما بين الصغار. بالنسبه يعني التفريقه ما بين الشلل، وهو انا ملي كيجي الشلل هو بنفس الطريقه تقريبا، ولكن هذاك ما كيعيش. يعني ملي كيكون عنده شلل كيبقى واحد نقولوا واحد خمس ايام كيموت. اما بالنسبه لهاد الحاله هذه كيبقى عايش فيها، لان لاحظوا هذا الشلل، هذا الكساح عفوا، راه جاه منين كان صغير. هو البديه ديالو كيعاود لي السيد اللي جا هاد الحاله هذه، انه في الاول كيبقى يجي تبول لا ارادي اعزكم الله، ولكن من بعد واخا كيبرى منه كيبقى بهاد الحاله بحال هكا. انايا يعني عندي تجربه في هاد الامور هذه، خليتهم عنده وغادي نحاول انني ندير عليه واحد 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 الطرق ان شاء الله، وغادي يقدر يبرى. شنو هي الطرق؟ انه ما ديروش بعدا في واحد البلاصه نقولوا في واحد الجهه ملسه، انه هو كيبقى يتخبط برجليه هكا، كيبقى يحل رجليه وكيبقاو ديما محلولين. خاصو ممكن انكم تربطوا له رجليه بواحد الطريقه يعني بسيطه، يعني بواحد الحبل، وانكم تجمعوا له رجليه، ان رجليه يبقاو ديما مجموعين ما يبقاش محلولين هكا. وخاصو الكالسيوم، الكالسيوم راه كاين كيتباع، يعني فيتامين ديال الكالسيوم خاصو ضروري. هذا دابا النقص في الكالسيوم، ايوا الحق راه فات عليه الفوت بزاف، ولكن غادي نحاول معاه ان شاء الله باش يبرى. القضيه ديال البلاصه، ما تحطوش شي بلاصه ملسه، ما خليوه شي بلاصه ديما تكون حرشه، مثلا ديك القفص ديالو ممكن انه يبقى شاد في هذاك الكارويات هكا ومتشبت برجليه. ثاني حاجه ان ممكن اننا غادي نوريكم واحد الطريقه، ها هي هذا هو القفص ديالو. انا غادي نحاول انني ما نديروش في واحد القفص كبير، لاحظوا ان المساحه ديال هذا القفص راه غير صغير. بالاضافه ان تجيبوا مثلا شي خشبات بحال هكا وتضيقوا عليه، يعني هو منين يكون يعني كياكل ولا ديما يكون فروز بواحد الخشبه مثلا من اللور هكا، تحطوا واحد النوع ديال الخشب. المهم المساحه ديال ديال ديال
البلاصه اللي غادي يكون فيها ما ديروهاش كبيره. خاصكم هنايا راه مساحه غير صغيره هذه، راه تقريبا غير على قد القد ديالو. انتم غادي الا مشى تبغى ياكل ديما غادي يلقى راسو محبوس من هذا من هذه الجهه. شوفوا شحال شحال ديال المساحه هذه، راه دايرها انايا غير الصغار ديال التصميم هذه المساحه هذه. بالاضافه ان العلافه خاصها تكون محدوده. شوفوا هذه العلافه كيفاش دايره، راها مطارحه، راها على قدو، يعني ما تخليوش لانه هو مسكين كيكون كيكون معذب. حاولوا ان كل شيء يعني يكون محدور. لاحظوا ان الشرابه راني داير له غير شويه، في واحد سنتيم راني داير على القد ديالو. هانتوما شوف داير له الماء غير باش يقدر يشرب، يعني ما ديروش له طاسه عريضه باش تجيه بعيده، لا. اي حاجه يعني الماكله ديالو خاصها تجي مطارحه. هذا راه تكون عنده واحد شهرين. هاد الجهه هذه انا دايرها غير الفطام، بعد الفطام كنحطهم هنايا في القفص. ولكن هو غادي نحطو واخا عنده شهرين، غادي نحطو في هاد الجهه، لان العلافه شوفوا كيفاش دايره، راه دايرينها حادره يعني صالحه للصغار. ولكن لانه هو عنده عذر يعني في الارجل ديالو، لاحظوا ان بحره كتجي قد فمه، يعني كون كان صحيح راه غادي تجيه بعيده عليه. ولكن بالنسبه لهذه الحاله هذه انا تعمدت انني نديرو واحد الجهه اولا حرشه. لاحظوا ان هذا السلك هذا راه حرش، شوفوا هنايا الكرويات ديالو صغيورين وحرش. انتم كتشوفوا بحال كيتحرك في وسط القفص. وبالاضافه للكالسيوم، هذا العيب اللي فيه هو الكالسيوم. الكالسيوم ضروري، الام ديالها ديال يعني الام كانت ناقصه في الكالسيوم، ومولاها ما عاقش، لان قال لي هذه الحاله تكررت عنده شي ثلاثه المرات، يعني ثلاثه الخلفات، وهو كيلقى نفس المشكل. شوفوا مسكين هو، شوفوا اش كيدير. انتما بحال كيحرك غير الارجل الاماميه ديالو. اذا هذه الحاله هذه راه كتسمى الكساح. ولكن بالنسبه اللي عنده الشلل هذاك راه ما عندوش الحل، اللي كيتشل من رجليه الخلفيه يعني من الوراء، هذيك راه كيموت، كيبقى شي واحد خمس ايام كاع كيموت. بالنسبه لهذا ان شاء الله غادي يعني ندير له الرعايه ديالو، ان شاء الله يتعافى. انتما راه كياكل، راه مزيان، راه مزيان. الارنب غير كيفاش تشوفوه كياكل عرفوا راه مزيان، يعني راه قادر انه ياكل، قادر انه يشرب، والمساحه صغيره، يعني ممكن انه الا بغى يشرب يمشي غير واحد المسافه قصيره وغادي يلقى الشرب امامه. عاوتاني سميتو في الحاله هذه حاولوا انكم ما تخليوش بارد. لاحظوا ان هاد القفص عنده طوله غالفانيزي من هنا وطوله غالفانيزي من هنا. في الليل كنغطيه بواحد الغطاء، هو عنده هنايا هاد يعني الغطاء ديالو، هاد الجهه كنغطيها باش كندفيه، لان في هاد الحاله ملي كيكون عنده الكساح كيبغي يدفى، ما كيبغيش يبقى يكون بارد، لان كيكون مريض، كيكون مريض خصو الرعايه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار. يعني معنا ان هذه الحاله هذه يعني كيبقاو فيا بحال هكا الارانب اللي كيكونوا مراض وباقيين عاد صغار، خصوصا بحال هذه الحاله مسكين ما كي عنده ما كي ديما رجليه محلولين بواحد الطريقه هكا مفروشين، يعني كيبقى في الواحد. المهم ان شاء الله انتم خديتوا المعلومات، يعني اللي عنده بحال هذه الحاله جا شي ارنب فيه تبول لا ارادي وهو باقي عاد صغير، راه مباشره كيمرض بالكساح، يعني كيبقى يتخبط هكا حتى رجلي كيتحلوا، ومنين كيتحلوا هكا كيبقاو دايرين هكا بهذه الطريقه، يعني ما كيبراش، كيبقى هكا. ولكن بالرعايه ان شاء الله. وبالنسبه للفيتامين ديال الكالسيوم، الى عطيتو الكالسيوم كيولي مزيان. هو نقص، هي في حق هذه الحاله راه هي عباره عن نقص في الكالسيوم، يعني حاولوا انكم تعطيوا الكالسيوم، ضيقوا عليه المكان، تقربوا له الاكل ديالو والشرب ديالو يكون قريب، وان شاء الله يكون خير. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم يعني اي معلومه دخلوها في الراس، وخا ما تكونش عندكم مثل هذه الحالات، حاولوا انكم تدخلوا هذه المعلومات يعني تكونوا حافظينهم، باش اي حاله تكون عندكم تكونوا عندكم السلاح ديالها وعندكم التجربه. انا ديما كنحاول نهضر على بعض الحالات وخا ما تكونش عندي، انا هذه الحاله ماشي عندي، ولكن ملي شفتها عند واحد الصديق قلت له اعطيني هذا الارنب ديالك وان شاء الله غادي نعتني به. انا كيعجبني نبقى نعتني بشي ارنب حتى يبرى، يعني كنحس براسي كندير واحد الخير ولو بسيط.
وفي نفس الوقت كان نعطيكم بالنسبة هاد الأمراض ولا معلومات كان نعطيهم المشاهدين ديالي يعني قداش منفعتي يعني للناس راه ربي حتى هو كي يجازيك الحلقة ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا, تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.